الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. في هذا اليوم لقاء الحميم بين قدماء معهد السيكة وكذلك الموجودين في هذا الوقت في معهد السيكة. غير الأهداف هو لم الشمل ورفع لم الشمل بين قدماء وتكريمهم بما قدموه إلى معهد السبيخة من مجهودات تقدموا بها إلى أحسن مستويات تعليمية وعلمية، خاصة منهم متخرج منهم دكاترة وأساتذة وإطارات عاملة بالدولة. واغتنم فرصة لأعتذر لكل التلميذ والتلميذة وعالم وأستاذ وقائد وإطار إن قصرت في حقهم، فأنا بشر إن اجتهدت فلي أجران، وإن لم أجتهد أجر واحد. ذلك اجتهاد قمت به وكنت مديرا لمؤسستين في الإخفاء في معهد تجاوز 2300 والحمد لله. هذا أول لقاء سمى بلقاء الحنين، حنين إلى الماضي، إلى أساتذتنا عند معهد السبيخة وإلى كل من درس في معهد السبيخة. الشكر إلى كل من ساعد على إقامة هذا اللقاء، وكانت المنظومة كانت تبني نفس منظرا وغلقت فكرة معناتها إقامة هذا اللقاء، كانت تبني نفس بإلقاء رؤسائها الأساتذة الذين عملت معهم القيمون العمل. سعيدة جدا ويشرفني لو توصلت لي بالمناسبات، كنت نسير معهم ونحضر ونقدم أعمالي ومش زيارة ولي الشرف. شكرا جزيلا مرة أخرى وإن شاء الله نلتقي بخير وأحبابي جميعا. شكور بيت الشاعر المستحق زي ما قال هنا ومش عارف روحه احتجت بيتي الى شيء من الزيت فانشأته 1100 بيت كما من شيء. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.